الآن في عندنا بعض الطلاب تم حفظ القرآن. نعم. فهل الطريق ينتهي له يعني ينتهي له هنا شيخ؟ يعني حفظت القرآن خلاص؟ وش ماذا بعد الحفظ؟ حفظته وأتممت القرآن، ماذا بعد الحفظ؟ حفظ القرآن في فرق هناك بين الخاتم وبين الحافظ وبين الحامل. الخاتم الذي ختم القرآن وانتهى. نعم. والحافظ الذي يحافظ على ما حفظه. فلا بد أن يحافظ على المحفوظ، يجعل له وردا في يوميا. الورد هذا لا بد أن يحافظ عليه، يقرأ جزء، جزئين، ثلاثة، أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا قال؟ قال كم أختم يا رسول الله؟ في مسلم الحديث، كم أختم يا رسول الله؟ قال له في شهر، قال له أستطيع، قالوا في 20، قال أستطيع، قال في 10، إلى أن وصل إلى 3، قال ولا تزيد. ما شاء الله. فالحافظ القرآن يستطيع أن يختم في شهر، في 20، في 10، في 7. وجل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون في 7، كل 7 أيام يختمون. ويقولون من ختم في 5 لا ينس، ومن ختم القرآن في أقل، كما في حديث عائشة رضي الله عنه لا يفقه، عن عائشة رضي الله عنه أقل من 5، أقل من 3، من 3. أي فالأولى الإنسان يحاول يحافظ على المحفوظ، يقرأ جزئين ثلاثة، يبدأ بجزء الأول ثم بجزئين ثم ثلاثة، يتدرج حتى يكون دائما على. ولأني إذا ما حافظه وحافظ ألفا سوف ينسى. هذا بالنسبة للحافظ. الحامل الذي يحفظ القرآن عن ظهر القلب ويعمل به، إذا أذن للصلاة يكون في الصف الأول، قبل ما يؤذن ولا بعد ما يؤذن يكون في الصف الأول، يترك كل شيء يحافظ على الصلاة لأنه من أهل القرآن، قدوة. الركن الأول. نعم. الأول يحافظ على بر والديه، حافظ على طاعة الله. أولاً علاقته بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقته بوالديه، بإخواني أخواتي، بالمسلمين علاقته بالمسلمين. فهذا الحامل. وهكذا صاحب القرآن في كل مجال من المجالات يكون هو السباق، يكون من السابقين. ما شاء الله. الله يحسن إليك يا شيخنا ويبارك فيك ويرفع قدرك يا شيخ. صاحب القرآن في كل مجال من المجالات يكون هو السباق، يكون من السابقين. الله يحسن إليك يا شيخنا ويبارك فيك ويرفع قدرك يا شيخ.